السلاحف النينجا هو مسلسل رسوم متحركة كان من الأساس قصص مصورة من إنتاج ميراج ستيديو في عام 1984. تعرض أحداثه في مدينة نيويورك بشكل رئيسي. أول بث رئيسي للبرنامج كان المسلسل الأول في تاريخ 28 من ديسمبر عام 1987، ولهذا المسلسل 10 مواسم، وثاني مسلسل له في 8 من فبراير عام 2003، وكان له 7 مواسم. القصة بمجملها تدور حول 4 سلاحف تحولوا بفعل مادة غريبة وقعت عليهم عندما سقطوا من يد ولد صغير إلى مجاري الصرف الصحي، فالتقطهم فأر عادي يدعى سبليتنر. كان هذا الفأر حكيما وقويا، وقد تعلم من أحد مدربي النينجا الأقوياء والذي كان يدعى يوشي، لكن المادة الغريبة التصقت به منهم، فلاحظ نمو أجزائه وأعضائه بسرعة مدهشة وكذلك السلاحف، فقد ازداد معدل ذكائهم وأصبحوا ينطقون ويتكلمون. فعلمهم المدرب سبليتنر كل ما يعرف من فنون القتال والنينجا، ومن هنا بدأت الحكاية. من الطريف أن أسماء السلاحف الأربعة الآتية من أسماء 4 رسامين إيطاليين هم من عظماء عصر النهضة الأوروبية، وهم ليناردو دافنشي، مايكل أنجلو، ورفائيل، ودوناتيلو. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.